ما يعرف بالسرطان. السرطان البحري شنو حكمه؟ طبعا معروف حكمه عنه كشيعة أهل البيت عليهم السلام، حكم أكل القبقب أو القبقب أو السرطان حرام، هذا السرطان البحري. وحتى نشمل القضية نشملها أن كل حيوانات البحر، كل حيوانات البحر حرام حرام، عدا الروبيان لوجود نص خاص في أكلها، الروبيان وليس أم الروبيان، الروبيان والأسماك، الأسماك التي تحوي على جلدها على جسمها قشور أو ما يعرف بالأفلاس الفلس فهي حلال، أما التي لا تحتوي على جسمها على يعني على جلدها قشور فهي لا يجوز أكلها. كل ما كان حيوانا بحريا مائيا يعيش في الماء فهو حلال، زيادة التشريع أنه يجوز أكل لحمه، إذ قال عن البحر هو الطهور ماؤه، استعملوا ماءه في الطهارة في الوضوء في الغسل في إزالة النجاسة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ما كان حيوانا بحريا جاز أكله، مائيا نهريا جاز أكله.